بسم الله. من الحاجات اللي ممكن برضو تيجي في الامتحان، ان هو يقول لي مثلا ارسم دايمنشن بين بعض العناصر، وليكن مثلا حيطان، أعمدة، جريد. خلينا نرسم جريد واقول له، ويقول لي ايه، خليهم متساويين. فمتساويين، شايف علامة ايكوال ديت، اقول له خليهم متساويين. ممكن بعد كده يقول لي طب هات المسافة من جريد ده للجريد ده، او جريد ده للجريد ده، او جريد ده للجريد ده، هما كلهم زي بعض يعني. ف طيب اعمل ايه؟ بكل بساطة هاجي هنا، بلاقي هنا من قلب البرامتر كواليتي ديسبلاي هيعرض لي ايه، فبقول له اعرض لي الفاليو، فجاب لي القيمة هيت كلهم زي بعض، اروح كاتبهم. تمام، ده مجرد مثال. ممكن يقول لي طب ارسم لي رامب من دور كذا للدور كذا، يعني مثلا وانا واقف اهو في الليفل دوت، يقول لي ارسم رامب، اجي ابص هنا على الرامب. طيب نروح لارتكشر اضمن الرامب اهوت. تمام، هبدأ ارسم الرامب بتاعي. تمام اهو، يقول لي مثلا ارسم رامب من في ليفل 1، ارسم رامب من 1 ل 1.3، او يقول لي من دور كذا لدور كذا، فانا اقدر اعدل زي ما انا عايز. يعني ممكن اقول له، يقول لي مثلا من الفاونديشن لليفل 1، اروح ارسمه، يقول لي هات لي بقى السلوب. تمام، بكل بساطة ممكن ارسم سيكشن واشوف السلوب. سيكشن، هرسم السلوب اهوت. جو تو فيو، في هتبدأ تظهر معايا. طيب فين الرامب؟ اهو الرامب اهوت. تمام، تبدأ تقول له بقى انا عايز من انوتيت، انا عايز السبوت سلوب، وتبدأ تشوف السلوب بتاعك قد ايه، وتكتبه عندك في الامتحان. من الحاجات التانية برضو الظريفة والجميلة، ممكن يقول لي اعمل شيت. عملنا شيت، حط لي فيه اي ليفل، ممكن مثلا يقول لي حط الروف مثلا، لو موجود في شيت تاني هيرفض، لو مش موجود هيوافق. طيب هيقول لي اعمل هنا مثلا ريفيجن كلاود. طيب عملنا ريفيجن كلاود، نشوف اخرتها معايا. تمام، ممكن يقول لي بقى هات لي بقى التاريخ بتاعه قد ايه. ريفيجن كلاود بيبدا ياخد معلومات، فممكن تلاقي هنا اهو حسب الاصدار بتاع الشيت، فهنا الشيت ايشو ديت 11/11/2016. تمام، ممكن تقول له في كذا تاريخ، هو التاريخ هو عايز تاريخ اهو، شيت ايشو ديت هياخد التاريخ دوت. تمام، هنا الريفيجن كلاود 7/7، لو طلب مني ريفيجن كلاود هجيب له 7/7، لو طلب الشيت هبدأ اشوف التاريخ بتاعه ايه. تمام، طيب التاريخ حكاية 7/7 والحاجات ديت بتجيبها منين؟ من فيو، بلاقي هنا ريفيجنز، ببدأ اشوف اني ريفيجن اللي هو عايزه. تمام، هو خد اخر ريفيجن، تمام، فخد اللي هو 7/7، بس لو في البرنامج طلب مني ان انا اضيف ريفيجن، ادينا عارف ان احنا من فيو، اجيب الريفيجن وابدا اكتب الريفيجن اللي انا عايزه. انا مش بحاول اشرح الامتحان قد ما بحاول في بعض التهكات في برنامج الريفت بنقولها، وربنا يكرم الجميع.